والآن سؤالك موجود. أسلم. يقول السؤال: من العالم الذي ابتكر النظرية النسبية؟ إسحاق نيوتن، ألبرت إينشتاين، ستيفن هوكينج. سؤال غلط. السؤال معليش. من الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب؟ النجاشي، عبد الله بن رواحة، سعد بن معاذ. معليش ممكن يطمر سؤاله حلو تفكروا فيه من الآن، لكن من الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب؟ الوقت يمشي والاختيار عندكم. فكروا لنا 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 فكروا. من الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب؟ النجاشي، ملك الحبشة، عبد الله بن رواحة، سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان بحرب. الاختيار عندك. اختيار سعد بن معاذ. طيب ثبت على سعد بن معاذ. متأكد من جوابك؟ ان شاء الله. عطنا الإجابة صح او غلط. يا عيال الثقة هذه تنكبكم. شو الثقة هذه؟ من اين جت؟ تشاوروا. فدا ينتقل السؤال الى فريق زايد سابر. وعندك السؤال يا محمد. اجلس النجاشي. تسمحون يا شباب؟ السؤال عندك: من الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب؟ النجاشي او عبد الله بن رواحة؟ النجاشي. تبي تثبت؟ ثبت على النجاشي. 250 نقطة. وخلنا نشوف ياخذون ال 250. والله فريق زايد قاعد يخلط. اعطونا الإجابة. صح. سلام عليك. بطل يا محمد. يلا الآن السؤال عندك برضو يا محمد.